الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بدأنا الجذور المربعة أو الراسين كاري، الدرس رقم 4، خطوة بخطوة بدون تسرع سنذكر الخاصيات التي تطرقنا إليها في الفيديوهات الماضية. إذا شوف معايا الخاصية الأولى، نشوف هنا مجموعة ديال الخواص اللي مهمة، سون دي بروبريتي تري امبورطون. فوالا عندنا، شوف معايا، إذا كان إكس موجب، إكس مربع، جذر إكس مربع ماذا يساوي؟ يساوي اكس. عقل مزيان، هي القيمه المطلقه لاكس، ومادام اكس موجب يساوي اكس. دونك غاسين كاري دو اكس كاري ايغال اكس. عقل مزيان، يعني نديرو شي مجسد، الا شديتي شي واحد درتي ليه مربع وكان بوزيتيف هذاك السيد، وعلى يساوي هذاك المجسد. عقل عليها مزيان. اذا الخاصيه الاخرى احبائي الكرام، وهي جذر اكس، اكس تيكون عندنا موجب مربع يمكن التخلص، اذا لا كان اثنان هنا ولا كان الفوق تتخلصوا من الجذر، اون سو ديباغاس دو غاسين كاري سي اون اون بويسونس دو دو. دونك غاسين كاري دو اكس كاري يساوي اكس. باش نديروا ليها شي مجسم، شوف معايا، اي حاجه موجب الوسط فوالا اللي شديناها او كاري تساوي هذيك الحاجه عاديه فوالا. اذا هذه الخاصيه. الخاصيه الاخرى احبائي الكرام، وهي شوف معايا جذر ا في بي مع ا و بي موجبين فوالا يساوي دائما هنا ا و بي يساوي جذر ا في جذر بي. خلي عليها مزيان، يعني الا كان عندك الضرب تقدر تخرج الضرب فوالا. غاسين كاري دو ا فوا بي ايغال غاسين كاري دو ا فوا غاسين كاري دو بي. عقل مزيان على هاد القضيه فوالا. اذا كمجسمات فوالا باش نفهموها بشويه علينا فوالا، شوف معايا جذر شي حاجه فوالا شي حاجه مربعه فوالا، شوف معايا، تتساوي هذيك الحاجه فوالا في جذر هذيك الحاجه عاديه عاديه، دير اللي بغيتي فوالا سامبل. اذا كخلاصه فوالا، شوف معايا دابا مزيان، الا شدينا غاسين كاري دو اكس كاري فوا ايغريك، شنو هي هذه؟ هي شي حاجه في شي حاجه. شنو هي؟ هي غاسين كاري دو اكس او كاري، اش نطبقوا هاد الخاصيه؟ شي حاجه في شي حاجه، هي جذر الحاجه في جذر الحاجه. غاسين كاري دو اكس كاري فوا ايغريك ايغال غاسين كاري دو اكس كاري فوا غاسين كاري دو ايغريك. يلا ركز معايا، اش تساوي هاد غاسين كاري دو اكس كاري؟ اش تساوي؟ هي اكس. برافو، علاش؟ لان خاص نحيدو جوج، وهاد ايغريك غتبقى هنا. اذا كخلاصه شوف معايا مزيان، غاسين كاري فوا ايغريك هنا تدير غير اكس، شنو؟ ولا تخلي راسين كاري دو ايكغيك. اذا هذه عباره عن خاصيه جميله جدا. اذا شويه عندنا في هذا الفيديو، ما نزربوش، نعطيو بزاف ديال التمارين وديال هاد المهارات تنتعلموها مزيان عاد ندوزو. اذا غنعطيك تمرين، وقف الفيديو اي وغتشوف معايا الحل. اذا سيل فو بلاي اريتو لو فيديو بوي اسيي دو ريزودر سيت اكزارسيس بوي فوار لو ريزولتا. اذا غنشوف هاد يلا اكزارسيس، بسم الله، شوفوا التمرين اكزرسيس. اذا هاد الاكزرسيس هادي نقولوا احسب، يلا ركز معايا دابا فوالا، نقولوا احسب فوالا، احسب العبارات الثانيه فوالا فوالا. كسؤال هنا كالكولي فوالا لي les expressions voilà suivantes voilà يلا عطيك تمرين، وقف الفيديو. اذا نعطيك هذا المثال، شوف معايا مزيان اخي العادي، جذر 5 اس 2 ماذا تساوي؟ جذر 7 اس 2 ماذا تساوي؟ جذر 3 الكل اس 2، يعني خواص مباشره دائما فوالا. ثم هنا احبائي الكرام فوالا، جذر 7 في 4 ماذا تساوي؟ جذر 9 في 8 ماذا تساوي؟ فوالا هنا جذر 49 في 7 ماذا تساوي؟ فوالا. اذا ثم هنا احبائي الكرام، اذا فقط قم بانجاز هذه التمارين الى غايه ان اوقف الفيديو، انجز التمارين ثم اجب على السؤال.
إذن الجواب أحبائي الكرام، ماذا قلنا؟ قلنا أي شيء مربع، شوف معي، أي شيء درتي ليه مربع تساوي هذاك الشيء عادي. إذن الجذر 5 أس 2 هي 5، جذر 7 أس 2 هي 7. الجواب جذر أي شيء، شوف معي، أي شيء درتي ليه أس 2 تساوي ذاك العدد. إذن جذر 3 أس 2 هي 3. هنا سنطبق الخاصية، جذر أ في بي ماذا يساوي؟ جذر أ في جذر بي. إذن هي جذر 7 في جذر 4. يلا يا جذر 7 وجذر 4 شنو هي؟ هي 2. هنا لا سأحتفظ بجذر 7 وهنا 2. إذا النتيجة هي 2 في جذر 7. مرجو أن تكونوا قد أجبتم على نفس السؤال، ولكن فقط إن أجبت على جذر 7 في جذر 4 فإنه الجواب صحيح. إذا جذر 9 كذلك جذر 9 في جذر شنو؟ 8. ماذا يساوي؟ جذر 3 أس 2 في جذر 8. إذن هي 3 في جذر 8. يمكن 3 في 4 في 2. وماذا تساوي؟ تساوي 3 في جذر 4 في جذر 2 تساوي 3. واش هي جذر 4؟ هي جذر 2 أس 2 في جذر 2. ماذا تساوي؟ 3 في 2 في جذر 2. وستصبح النتيجة النهائية، النتيجة النهائية هي 6 جذر 2. إذا قمت بالجواب على 3 جذر 8 فإنه جواب صحيح، صحيح أحبائي الكرام. هنا كذلك جذر 49 في 7، إذن هي جذر شنو؟ 49 في جذر 7. لاحظ، قم بحفظ 4 هي 2 أس 2 9، انظر إلى 9 كأنها 3 أس 2، انظر إلى 16 كأنها 4 أس 2. دائما احفظ هذه الأعداد 9 16 25 36 49 64 81 100 122. فوالا. إذا ما هي جذر 49؟ هي جذر 7 أس 2. وما هي جذر 7 أس 2؟ هي 7 في جذر 7. إذا النتيجة هي 7 في 7. فوالا. التمرين الأخير أحبائي الكرام، آخر تمرين سنطبق فيه الخاصية، جذر أ في جذر بي يساوي جذر أ بي. إذا كالكولي أو أحسب، فوالا، كالكولي لي زيكسبرسيون سويفونت. يلا أحبائي الكرام، جذر 3 في جذر 8 ماذا تساوي؟ فوالا، جذر 3 في 27، جذر 3 في جذر 27 ماذا تساوي؟ فوالا، جذر 8 في جذر 5 ماذا تساوي؟ إذن قم بتوقيف الفيديو وأنجز التمرين التالي. إذن الجواب بسيط جدا. إذن ما جذر 3 في جذر 8؟ ما هو جذر 3 في 8؟ ماذا تساوي؟ جذر أشنا هو؟ 4 في 8 في 3 هي 24. فوالا، صافي. إذن شنو جذر 3 في 27؟ ماذا تساوي؟ هي جذر، نشوفوا، 27 مضروبة في 3، يعني 1 أحتفظ ب 2 ثم 3 في 2 6 81. إذا ستصبح جذر 81. وما هي جذر 81؟ جذر مربع 81 غاسين كاري 2، فوالا، سي اكزاكتومون 9. فوالا. إذا ما هو جذر 8 في جذر 5؟ هي جذر شنو هي؟ 40. شنو هي؟ هي مثلا 20 لا هي 400، لا هي 4 في 10. إذا هي جذر 4 في جذر 10. واش هي جذر 4؟ هي جذر 2 أس 2 في جذر 10. وشنو هي أس 2؟ هي 2 في جذر 10. يمكن حسابه على الشكل التالي. أما إذا جبت على جذر 40 فإنه جواب صحيح وحسن جدا. إذا قمت بكتابة جذر 8 في جذر 5 يساوي جذر 40، يعني الجواب صحيح. آخر شيء، وأقوم بإنهاء الفيديو وتحويل المقامات إلى أعداد عادية بدون مربع. سيعطيك اكزرسيس كالكولي، فوالا، كالكولي اي سامبليفيي، سامبليفيي لي زيكسبرسيون سويفونت. احسب وبسط العبارات التاليه. هذا تمرين كلاسيكي جدا. ساعطيك 3
على جذر 3 ماذا تساوي؟ مثلا 5 جذر 7 ماذا تساوي؟ 6 جذر 8 ماذا تساوي؟ إذا لاحظ أحبائي الكرام، إذا ضربت عدد الفوق وأسفل لا يتغير شيء. مثلا شوف معي، إذا كانت عندك أ بي وضربت هنا في واحد إكس وضربت هنا في واحد إكس، لن تبقى هي أ إكس بي إكس، ما تبدلت حاجة. مثلا هات 8 مقسومة على 2 شحال تساوي؟ هي 4. هات 8 تقدر تضرب هنا 2 وتقدر تضرب هنا 2، شحال غتولي؟ 2 في 8 و2 فاش؟ في 4، شحال غتولي الكادي؟ غتولي يعني غيبقى نفس الشيء، غتولي هي 16، غتولي هي 16 على 4، هي 4 نفس النتيجة. إذا إلا كانت عندك شي حاجة، شوف معايا الله يرضي عليك، إلا كانت عندك شي حاجة على شي حاجة، راه هذه تتساوي أي عدد ضربتيه أ ضربتيه في هذه الحاجة وضربتي أ سي أون ملتيبلي أ أون هو أون با، لو ريزولتا نو شونج با. شوف معايا تبقى نفس الحاجة عادي ضربتي. إذا أنا شوف معايا باش نتخلص من الجذر في المقام، بور سو ديباراسي دو راسين كاري دون لو ديليميناتور، أون فا ملتيبلي باغ راسين كاري دو 3. شوف معايا هات غتساوي 3 جذر 3، غنضرب هنا في جذر 3 وغنضرب هنا فاش؟ جذر 3. شحال غتولي؟ غتولي هي 3 جذر 3. واشنو هي جذر 3 في جذر 3؟ شنو هي اكس؟ شنو هي اكس في اكس؟ شنو هي اكس اس 2؟ اذا غتولي جذر 3 اس 2. شحال غتولي؟ هي 3 جذر 3 على 3، وهنا غنبقى نختزل على 3. شحال غتولي؟ غتولي جذر 3 كنتيجه. يلاه بشويه ثاني غنخدم معاكم، غندير التمرين ثاني. يا بلاتي هنا جذر 5 على جذر 7، اش غندير؟ 5 غنخلي جذر 7 ولكن غنضرب هنا فاش؟ في جذر 7. وهنا غنضرب فاش؟ في جذر 7. شحال غتولي؟ 5 في جذر 7، وهنا غتولي هي جذر 7 اس 2، لان اكس في اكس هي اكس اس 2. جذر 7 في جذر 7 هي جذر 7 اس 2. اش غتولي هنا؟ هي 5 جذر 7 على 7. احنا تفكينا، ما بقاش عندنا الجذر لتحت. يلا انتم الله يرضي عليكم وليداتي، خرجوا لي هذا، لا وقف الفيديو وزرب لي على 6 جذر 8 وزرب لي على 8 جذر 10. يلا بشويه، الله يعطيكم الصحه. 6 sur racine carrée de 8 et 8 sur racine carrée de 10. On va multiplier tous les côtés par le même nombre pour se débarrasser du racine carrée. Yalla. Bchouya, khouyati, bchouya. Résultat, c'est 6. Chouf maïa, hata. Chouf maïa, ya. Sta. Jadrat mani, chandrop. Gandrop, jadrat mani, il faut qu'on le teste. Jadrat mani, yalla. Bchouya. Chal gadia touli, chal. Sta. Jadrat mani, ya. وشحال جذر 8 في جذر 8؟ اكس في اكس هي جذر 8 اس 2. شحال تولي هذه؟ هي 6 جذر 8. وشحال شنو هي جذر 8 اس 2؟ هي 8. وهنا عندي قاسم هو 2، اذا غتولي هنا 2 فاش؟ في 3 في جذر 8. وهنا فاش غتولي شنو هي 8؟ هي 2 فاش؟ في 4. اذا غنضربوا هذه غنضربوا، غتبقى جذر 8 على 4. الا بغى نزيد ثاني نفركس، شوف معايا 3 شنو هي جذر 8؟ هي 4 في 2 على 4. اش تسول اشنو هي جذر 4؟ هي 3 في جذر اس 2 في جذر اس 2. هاي هي هات على بغات تفركسيها. اشنو هي 8؟ هي 4 في 2. وهنا شنو هي على 4؟ وشنو هي غتولي 3؟ اشنو هي جذر 4 في جذر 2 مقسومة على 4؟ وشنو هي جذر 4؟ شنو هي جذر 4؟ شنو هي جذر 4؟ هي فوالا هي 4. شحال غتولي هادي؟ هي 3 في 2 في جذر 2 على 4. واجي نختزل ثاني باش غتختزل، عندي 2 هنا وعندي هنا 4، اي غتولي 3 في 2 في 2 في 2 في جذر 2. غنضرب على هادي غتبقى 3 جذر 2 على 2. فوالا صافي. اخر حاجه يلا هاجي هنا، شوف هادي 8 زيد جذر 10، اش قلنا؟ نضربو هنا جذر 10 ونضرب هنا جذر 10. شحال غتولي؟ هي 8 جذر 10 على 10، لان جذر 10 اس 2. صافي هنا قاسم هو 2، غتولي 2 فاش في 4 جذر 10 على 2 فاش في 5. نضرب هادي غتبقى 4 جذر 10 على شحال؟ على 5. ديال النتيجة. إذا شوف معايا، إلا كانت عندك شي حاجة هنا، هات راسين كاري نجمة، اش غدير؟ غتشد هادي، اش غتضرب؟ فراسين كاري نجمة، وغتجي هنا راسين كاري نجمة، فراسين كاري نجمة. هادشي اللي ضربتيه هنا، هات هذا اللي ضربتيه هنا، وضربوه هنا في البلاصة هنا.
فوالا واش غتولي الكادي جذر نجمه في جذر نجمه هي نجمه وغتحيد غتحيد اذا غتولي النتيجه هي هذه جذر نجمه على نجمه عادي ما غيبقاش عندنا الراسين كاري تضرب فيه النيت باش تفك من الخاصيه. شكرا على انتباهكم والى اللقاء. اسمح لي الاطاله ولكن الحمد لله درنا هذا لوبجيكتيف. يلا الله يعاونكم الاخوان.